إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حزن فقال الله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور هم ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله عز وجل عنهم. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، تعلموها وعلموها غيركم. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الحديث العظيم المبارك
فيه بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهمية الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات. فهذه الكلمات العظيمة تحمل في طياتها الاستسلام والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى، فيها الاعتراف بالعبودية، فيها الاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن العبد مهما عمل ومهما طغى ومهما بغى ومهما صنع، مهما كفر ومهما تكبر، فهو في الأخير عبد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يفعل في هذا العبد ما يشاء ويتولاه بما يشاء ويحكم فيه كيف ما يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث داء ودواء، يبين داء ودواء، والأدواء التي تصيب الناس كثيرة جدا لا تحصى. فهذه الدنيا مليئة بالابتلاءات، هذه الدنيا مليئة بالأسقام، مليئة بالأوجاع، مليئة بكل هم وغم وحزن، مليئة بالمفجعات، مليئة بالكوارث، فما أحد صفت له الدنيا أبدا، مهما كان ملكه ومهما كانت تجارته ومهما كانت إمارته، ما أحد من خلق الله عز وجل تصفو له الدنيا، فهي مليئة بالأكدار والأقذاء، والله المستعان. ولذلك عباد الله، اعلموا عباد الله أن هذه الأدواء التي تنزل بالناس لها علاج. ليس كل بلاء يحل بالأمة وينزل بالمجتمعات إلا وله دواء وعلاج، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث داء ودواء، بيّن العلاجات وبيّن المخرج من هذه الأزمات. فجميع الناس، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، يسعون سعيا حثيثا لإيجاد الحلول وإيجاد الأمور التي يعالجون بها الفتن ويعالجون بها الأمراض والأسقام والأوجاع. نعم عباد الله، واعلموا يا عباد الله أن هذه الأزمات التي تنزل بالناس الله لها، الله لها، ليس لها من دون الله كاشفة. فهذه الأمور يتولاها رب العالمين، لا أحد من الناس يستطيع أن يزحزح شيئا من الدنيا أو يضيف شيئا في الدنيا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فهكذا الكروب والأحزان والأوجاع يجليها رب العالمين ويكشفها رب العالمين. ولذلك سمعتم هذا الحديث: ما أصاب عبد هم ولا غم ولا حزن، هذا الداء الدواء. فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر الحديث. هذا هو العلاج لهذه الهموم والغضون
من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله جل وعلا. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا عباد الله، الله عز وجل إذا أقبل إليه العباد وإذا صلح العبد وأصلح ما بينه وبين الله من
السلام وأهل السفينة يعرفون يونس أنه نبي صالح ونبي من أنبياء الله ومن الصالحين، فرفضوا أن يلقوه في البحر. عادوا القرعة فخرجت على يونس، رفضوه أن يرموا بيونس عليه السلام البحر. عادوها المرة الثالثة فخرجت على يونس، فقال يونس: يا قوم أنا المطلوب، أنا المطلوب. فقام على السفينة وقفز إلى البحر، فأرسل الله حوتا التقمه وابتلعه، وأمر الله الحوت ألا يقتل يونس وألا يهضمه، فكان يونس في بطن الحوت. أي كرب، أي هم نزل بنبي الله؟ من الذي سيخرجه من بطن الحوت؟ ومن يعلم أين ذهب هذا الحوت؟ هل شرق أم غرب في بطن البحر؟ فلا يعلم مكان يونس إلا الله. ويونس لما علم أنه وصل في كربة وفي هم رجع إلى الله، استغاث بالله، تضرع إلى الله، أصلح ما بينه وبين الله. قال الله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب أنا ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما تاب إلى الله وتضرع إلى الله وأقبل إلى الله، أمر الله الحوت أن يخرج من البحر وأن يفتح فاه، فيخرج يونس عليه السلام إلى الشاطئ، إلى الشاطئ، وينبت الله شجرة اليقطين، وهي شجرة الدباء، ينبتها على يونس عليه السلام، يستظل بها ويلتحف بها. فلما رد الله له صحته قال: اذهب إلى قومك، أما الآن فارجع إلى قومك. قال الله عن قومه، قال الله عز وجل عن قوم يونس: لما آمنوا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. كشف الله عنهم العذاب وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصرهم عجز وخذلان. الزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، انظروا إلى أثر العمل الصالح في تفريج الكربات. يونس فرج الله كربته بسبب العمل الصالح، ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في أمر إلا كشف الله عنه. ما يدعو مسلم دعاء من قلبه ليس من لسانه، دعاء التائبين الخاضعين الخاشعين، إلا استجاب الله عز وجل تلك الدعوة. كم من الناس من
أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم وهو ظالم، ظالم، ظالم في أخلاقه، ظالم في معاملاته، ظالم لزوجته، ظالم لأبنائه، ظالم لأبيه، ظالم لأمه، ظالم في بيعه، ظالم في شرائه، ظالم في أماناته، ظالم مع جاره، ظالم لنفسه عياذا بالله. فلذلك كم من الدعوات ترتفع إلى الله وهو يردها على أصحابها لأنهم ظالمين لأنفسهم. فلذلك اسمع إلى أثر العمل الصالح في تفريج الكربات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله امرأة من أجمل النساء، بل قال العلماء، علماء التاريخ، لقد رزق الله سارة نصف الحسن، جمالا بارعا وجمالا خارقا، لا يوجد امرأة على وجه الأرض في جمال زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دخل بزوجته مصر أو العراق، دخل بزوجته وكان هناك ملك ظالم، ملك ظالم جبار. لما رأى الجنود هذه المرأة طارت عقولهم من جمالها، فأسرعوا إلى الملك، قالوا لقد دخل إبراهيم بامرأة من أجمل خلق الله، لا تصلح إلا لك أيها الملك، لا تصلح هذه المرأة إلا لك أيها الملك. فقال الملك ائتوني بإبراهيم. فذهب الجنود وآتوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على الملك قال من هذه معك؟ ماذا يقول؟ زوجتي؟ لو قال زوجتي سيأخذها عليه. قال أختي، وأراد أنها أخته في الإسلام، لا أخته من أبيه وأمه، أراد أن أخته في الإسلام. قال هي أختي. قال ائتني بها. فانطلق إبراهيم إلى زوجته، قال يا سارة إنك لتعلمين أنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، وأن هذا الملك طلب، الملك طلبك لتحضر بين يديه، فإذا حضرت فلا تكذبيني عنده، قولي أنك، أنني أخاك حتى لا يأخذك علي. فدخلت، فلما ذهبت قام وتوضأ. انظروا إلى العمل الصالح، قام وتوضأ وصلى ركعتين وتضرع إلى الله، فكشف الله له الطريق، كشف الله له الطريق.
مشلول مشلول يمشي، ماذا يحبو على الأرض حبوا لأنه مشلول لا يستطيع أن يتحرك. يأتوه بالوضوء، يأتوه بالأكل وهو جالس، فقام من الليل يحبو كما يحبو الطفل الصغير إلى الوضوء، فتوضأ في منتصف الليل، توضأ في منتصف الليل، ثم تضرع إلى الله: اللهم أطلق أعضائي، اللهم أطلق أعضائي. أي صار مشلول، يقول: يا رب أطلق أعضائي. ما انتهى من السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا وقام، قام يمشي وجعل يصلي. الله أكبر. الدعاء، الصلاة، يتضرع إلى الله وينطرح بين يدي الله، يجعل جبهته لله، لله عز وجل، ويتضرع إلى الله، ويتضرع إلى الله أن يصرف عنه الشلل. فقام يمشي بركعتين في ظلام الليل، في ظلام الليل. ما أكرم الله، ما أحوجنا، ما أفقرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيا أمة الإسلام، الرجوع إلى الله والإقبال. عندنا هموم، عندنا غموم، عندنا أحزان، لا نيأس ما دام الله في الوجود، لا نيأس ما دام أن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم الرؤوف. فلنقبل إلى الله بالأعمال الصالحة حتى يكشف الله همومنا وغمومنا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من الذين يسارعون في رضاك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الأمراض والأسقام والأوجاع والفتن، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أن تصلح قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تصلح أولادنا وأن تهدي نساءنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة له ولوالديه. اللهم من حضر هذه الخطبة اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أسألك في هذا المقام المبارك العظيم أن تحرم جسدي ووجهي وأجساد الحاضرين ووجوههم على النار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.